الاتحاد السكندري في الاسبوع العاشر استاد السلام، برضو هنقل لكم صوره حيه من استاد السلام. صور استاد السلام وقته دلوقتي ايه يعني، او في الوقت الحالي الصور ماشيه ازاي والاستاد شكله ايه من خلال الصور اللي هنعرضها. الصور اللي بنعرضها على طول. ده استاد السلام في الوقت الحالي طبعا يعني. اوكي ماشي، قراءه كده في احداث بقى الاسبوع العاشر. بيراميدز تعادل مع البتروجيت 3-3 في مباراه كانت قويه جدا، سيدها بيراميدز في الشوط الاول 3-1، وبتروجيت رجع عن طريق بيكلي نجم من نجوم بتروجيت دلوقتي، فبيراميدز بيتعادل مع بتروجيت 3-3. اللقاء الثاني جمع ما بين نجوم اف سي والداخليه على ملعب الداخليه، وقدر حسام باولو ان هو يجيب هدف السادس ليه ويخش في معمعه الهدافين مع محمود علاء ومع تشيمس بيكلي، ويحرز هدف للداخليه. لكن احمد عبد الباسط شرويده اللي هو اللاعب المصري السابق وانبي السابق ويحرز هدف كان قبل حسام باول ما يحرز هدف في الداخليه، ومصطفى السيد البديل اللي نزل في الدقيقه 80 وقدر ان هو يجيب هدف الفوز، هو هدف غالي جدا جدا لاحمد سامي وكل منظومه نجوم اف سي. الانتاج الحربي تعادل في مباراة قوية جدا مع انبي، يمكن الانتاج الحربي كان له الأفضلية بشكل كبير أول الشوط الأول وكان ممكن يكسب يعني بشكل كويس، لكن في النهاية دي هي كرة القدم. قدر عمرو الحيواني ومحمود قعود عن طريق ضربات ثابتة إن هم يجيبوا هدفين لانبي، وبالذات عمرو الحيواني حط جول أكنه بيحط بينالتي، يعني الفاول بتاعه كأنه بينالتي بالظبط. وكان كابونجا وموسى ديوارا أو ديوارا اللعيب الافريقي بتاعهم كان عامل اسيست رائع جدا لمحمود كابونجا، والجول الثاني كان جابه موسى ديوار. الاسماعيلي مع الزمالك اتاجل طبعا لمشاركه الزمالك في كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، واتاجل لقائه مع الاسماعيلي. الجونه تمام اتعادل امبارح مع مصر المقاصه 0-0 في مباراه متوسطه المستوى خالص يعني، وثلاث لقاءات بيتلعبوا او اتلعب منهم لقاء اللي هو لقاء حرس الحدود مع طلائع الجيش، وفوز طلائع الجيش 3-1، وانتهت اللقاء بفوز طلائع الجيش 3-1. واللقاء الثاني بيجمع ما بين وادي دجله وسموحه، وتفوق لسموحه على وادي دجله بهدف لحسام حسن. وكان في لقاء ثاني تم تاجيله برضه، لقاء المصري والمقاولين العرب. اللقاء الاخير ان شاء الله الرحمن اللي هو لقائنا الاساسي يجمع ما بين الاهلي والاتحاد السكندري.